الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج ست البيت، واليوم حلقة جديدة من مدينة الفاروق مربع 5 شمال، القريب جدا من شارع إبراهيم شمس الدين. اليوم نحن في انتظارنا الأستاذة حنان والأستاذة فاطمة النور عشان ما نناقش معهم واحدة من الموضوعات المهمة جدا اللي هي إدارة الوقت وتوظيف الوقت توظيف سليم، خاصة لستات البيوت وربات البيوت. في بعض الأحيان بيحسوا أن عندهم وقت فراغ كثير جدا وقد يهملوا في تربية أبنائهم أو قد يهملوا في واجباتهم. أهلا بكم، واليوم حلقتنا عن إدارة الوقت. نتمنى لكل المشاهدين أنه يستمتعوا معنا بحلقتنا اليوم، يتفضلوا معنا. مشاهدة طيبة. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا استاذه فاطمه؟ كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. تسلم ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا صحتك ان شاء الله طيبين. تسلم ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تسلمي. ما تسبح بواقع الاسره وكيف ستبني يا نبض البيت تنهض بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برحب بأسرة برنامج ست البيت، وبرحب بأخواتي حنان عبد الجليل وفاطمة النور. مرحب بك كثير أستاذ عزيز الهادي، ومرحب بجاراتك كمان فاطمة النور وأستاذة حنان. كمان مرحب بكم كثير، وسعيدين اليوم معكم في مدينة الفاروق، وإن شاء الله يعني حديث طيب وجميل وكل مشاهدينا هيستفيدوا منه بإذن الله تعالى. توظيف الوقت وإدارة الوقت إدارة سليمة هي الخطوات الأولى دائما للنجاح. كثير من الناس يتكلموا، خلونا نبدأ من 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 الونس العام في بيوتنا وفي الشوارع في أي مكان. الناس يقول لك الوقت بقت ما فيه بركة، والوقت بقى ما بيكفي لحاجة. يعني زول في اليوم الواحد ممكن يقضي شغلة واحدة أو يكون قصاد حاجة واحدة، لكن ما بيقدر يضيف عليها حاجات ثانية. الكلام ده صحيح؟ الوقت بقى ممحوق وضيق للدرجة دي، ولا المشكلة دي عندنا نحن يعني؟ لا، الوقت هو الوقت، لكن بس الناس ما بتوظفه صح. الواحد لو وزع وقته على حسب، انا بيلقى نفس الوقت على حسب اخذ راحته كمان. عاي ما في اي تغيير في الوقت. استاذه فاطمه برضه وجهه نظرك يعني مطابقه للكلام ده؟ نفس الكلام طبعا، لكن اداره الوقت بقت صعبه شديده، الناس ما قادره تسيطر عليها. فالواحد لو ادار الوقت بالطريقه الصح ووظف الوقت بتاعه توظيف كامل، تخيل لي حيكون كل الحاجات في يده، سيطره كامله في يده هو بس. حنان، يعني هل فعلا الوقت بقى ما بيكفي في البيت؟ والله انا بعتقد انه اذا كان الوحده قدرت نظمت وقتها ووزعته على كل الشغلات اللي هي في البيت بتاعها، وانا بشوف انه بيكفي. طيب هي التوزيع ذاته داير له يعني طولة بال، ورقة وقلم، مرات ناس يعني يقول لك بالحسب الأولويات عشان الوقت ده يكفي. والله ما عايز ورقة وقلم، بس يعني شيء ثابت في البيت. خدمتك في البيت هي ثابتة. بتقومي من الصباح على ترتيب منزلك، بتقومي ثاني تعدي وجبات الطعام لأولادك، تخش المطبخ، تخش المطبخ تعدي وجباتك. بعد ذاك إذا كان عندك بعض الوقت بسيط، يا الواحد قرأ قرآن، يا قام بزيارة زيارة هي تكون بزيارة مهمة، مثلا لوحدة مريضة مثلا، أو واحدة حصل لها حدث سعيد تبارك لها. يعني أو حتى يعني حتى مواصلة أرحام. يعني شيء طبيعي جدا إنه الناس تزور بعض. إحنا كسودانيين بنحب إنه نتداخل في بعضنا والناس تزور بعضها، سواء كان الجار القريب أو أهلك لو كانوا بعيدين، أو أخواتك لو كانوا بعيدات منك. لكن في كثير من الأحيان يمكن أستاذة فاطمة بنلقى كثير من ستات البيوت اللي احيانا ما بكون عندهم وظيفه يعني او عمل يومي، فبكونوا في حاله بتاعتين في اهمال شويه كده للبيت. بيقول لك انه في وقت فراغ زايد، الاولاد مشوا المدرسه وزوجي مشى لعمله لشغله من الصباح، فبكون في بيقول لك انا انتهيت من اي حاجه بسرعه، ما ضروري انا كل يوم ما بطبخ او ما مرتب البيت كل يوم، فبيكون في وقت فراغ. يعني الواحد بتلقيه حايمه وبتطلع كثير. يعني رايك شنو؟ ده كله من ان الواحده هي اصلا ما منظمه برنامجها، ما منظمه حياتها. فبتقوم حتى خدمتها بتكون عايزه تقضيها سريع سريع عشان هي عندها حاجه ثانيه عايزه. ما هدفها مثلا
ان انا انظم وقتي في البيت لاولادي لزوجي لقرايه اولادي لمفهوم اولادي المفهوم بتاع التكنولوجيا اللي بقى يكبر كل يوم ده. صحيح. يعني الام لو ما بقت واعيه وبقت كيف يكون هي عندها فراغ والتكنولوجيا دخلت علينا؟ ما اظن في كلام زي ده يعني. فالا هي ابد. الا اذا هي ما عايزه هي مثلا حاجه زي دي، وخدت بالها مثلا يا استاذ عزيزه في انها هي عايزه تطلع باي طريقه، عشان هي حكايه الملل وقاعده بين اربع حيطان في البيت، عايزه هي باي طريقه تتخلص من الحته بتاعت قفله الباب عليها دي، وتطلع مثلا تمشي زيارات ايا كانت، يعني زيارات دي اذا كان ممكن يكون في وقت مزعج للجيران او لاقرباء او ما شابه. هو ذات الزيارات المفروض تكون عندها مواعيد صحيح مناسبه. لا، والمل ده ممكن تكسره بالشيء المفيد. تخيط، تطرز، تعمل خبايز، يعني تقدر تملي وقت بحاجه مفيده تستفيد منها البيت وتملي بها وقتك انت. يعني هسه احنا كنا انا شغاله وفاطمه شغاله، برنامجنا يعني حياتنا منظمينها على حسب الوقت يعني. ففعلا الزمن اللي بيكون فاضي انا بالذات عندي هوايه الخياطه. يعني خد تخيط، بخيط كروشيه، بخيط قبه، بخيط تريكو، اي حاجه بعملها يعني. فالوقت يعني ممكن تمليه بالمفيد. بنات الزمن ده ما بيتعلموا حاجه زي دي خياطه ولا بيمشي يفتشوا عشان يتدربوا على حاجه زي دي، لكن انت من خلال كلامك ده بتنصحيهم بانه هم ممكن يخشوا دورات تدريبيه يتعلموا فيها، يتعلموا الخياطه والحياكه، ويتعلموا فيها طريقه صنع الخبايز والفطاير عشان يملوا زمن. يعني الزمن ده بيعملوا فطاير، بيعملوا خبايز، بيعملوا يعني حاجات ثانيه غير اللي نحن كنا بنعملها زمان، برضه ملي وقت بالمفيد يعني. صحيح. واللوم اكثر دائما يعني، يمكن انتم نساء عاملات وعندكم تجربه يعني سنوات طويله في مجال التعليم. أيوة. ودي بالتالي خلقت لكم يعني نوع من انواع الاهتمام بالبيت الزايد، يعني في انه تكونوا حريصين جدا على الاسره اكثر من غيركم. ليه؟ عشان ما يكون الزمن اللي انت قضيتيه برا البيت الكثير ده ما يكون خصما على حياتك في البيت. أيوة. عشان الناس ما تيجي تقول هي ما طالعه من الصباح وما شغاله عشان كده مقصره في اولادها. لكن كمان خالتنا حنان يعني يمكن انت ربت منزل وقاعده في البيت، لكن ورينا وخلي كمان المشاهدات يستفيدوا يعني من خلال تجربتك. والله انا بعتقد انه الوقت اللي عامله او اللي ربت منزل انا بعتقد انه هو واحد في حد سوا. اي ليه؟ لا هي ما بتكون لكن 6 ساعات واحيانا 7 ساعات برا المنزل. ممكن هي تكون 6 ساعات لكن برضه بتنجز نفس الاناجيز. صحيح صحيح. تجد برضه تغسيل وبرضه بتعيد طعامه وبرضه بترتب. لا لكن انت عندك ال7 ساعات اللي هي ما في فيها دي، انت موجوده في منزلك بس وعملتي حاجاتك. ايوه بس باريحيه. ايوه وهي رتبتي بيتك واهتميتي بنظافته. ايوه اهتميتي بعيالك. طبختي. لكن بيكون في وقت زايد انت بتستفيدي منه كيف واستثمرتي كيف يعني طول السنوات الفاضله. والله الوقت الزايد اللي بيكون عندي يعني يا قمت باعداد وجبات زياده مثلا خطيتها في الفريزه، او قمت زرت مثلا والدي، او زرت بعض الزميلات اللي بيكون حدث لهم مناسبه سعيده او ظروف، بمشي يعني بكفير وبمشي مجاملاتك يعني. اي مجاملات. يعني ده الوقت اللي انا بكون فاضيه فيه. يعني بحس انه انا ما عندي وقت فاضي كثير يعني كده. كل الشغل في البيت. لكن الاولويه بتكون لوين؟ للبيت طبعا. للبيت وللعيال والاشياء كثيره في البيت بتكون مطلبه منك انك انت تكوني دايره تعمليها. بتقومي تعمليها على اساس انه تقتلي الفراغ اللي انت بتعيشيه. صحيح. بيزورك، تجي في اثناء اليوم جارتك تزورك. تطلعي مناسبه، تطلعي مثلا بيكا مثلا. تعلمت خياطه ولا تعلمت؟ والله تعلمتها. تعلمتها. تحاولي تقضي وقت من اوقات فراغك في خياطه؟ والله في حصل يعني. حصل في وقت ان انا عملت فوط كثيره وعملت يعني ما بقول لك ما عملتها لكن ما استمرت فيها كثير. بتهتمي لكن بجماليات البيت. اي حاجه حاصله، اي حاجه تحسي بها ما هي بتحاولي تصلحيها وتعمليها. اي بس يعني اكثر وقتي هو في نظافه البيت وفي اعداد الوجبه، وبحب المطبخ جدا على فكره. يا سلام. والله يعني اغلبيه وقتي بقضيه في المطبخ. يعني اذا كان نظافه او اذا كان اعداد طعام. اي وبس يعني الوقت انا غيرته ما عارفه، لكن ما بشوف انه في فراغ.
يعني ما عندي فراغ كده يقولوا عليه. يمكن دي اعذار يعني الناس بتقول احيانا للناس اللي ممكن يطلعوا من غير موضوع. احنا قلنا من البيت دي الغديشكم من وجود فراغ يعني لربة المنزل. لا هم بيطلعوا على اساس انه حتى ولو عندهم شغله في البيت هم بخلوه بيطلعوا. صحيح. دول المتعودين صحيح على الطلعه طوالي من البيت. لكن انت اذا ما كنت متعوده على الفارغه طوالي بتقدر تكوني قاعده في البيت على اساس انه اي نقص في البيت انت تغطيه. صحيح. ايوه يمكن خلينا نشوف استاذه فاطمه يعني خالتي حنان قالت انه في حد سوى في من نواحي الاهتمام بالبيت وبالاسره انتوا بتكونوا ساعات طويله برا البيت في المدرسه وهم الطلاب وحاجات كثيره اكيد واجتماعات كثيره لما تجي البيت بتديري الوقت كيف وقتك كيف في بيتك بحيث انه ما تكوني مقصره في اسرتك. طيب انا اول ما اطلع الصباح بكون خطيت البرنامج بتاعي. يعني بصحى مثلا 4 صباحا صحي الاولاد على اساس انه الناس تصلي صلاه الصبح حاضر بنقرا مع بعض جزء بعد ده خلاص خش المطبخ ونمشي. طلعت انا الشغل خلاص نسيت البيت وراي نسيته همي الاول والاخير الطفل اللي جابوا لي في المدرسه ده. يا سلام انا كيف يعني ما افرق من اولادي اتعامل معاهم. يمكن ناس بيقولوا لي اسلوبك في التعليم قاسي شويه اي محل امشي بسمونه ضابط المدرسه. بالرغم من كده انا عندي الحمد لله رب العالمين شعبيه كبيره جدا من الطلبه متعلقين بي شديد بحل بعض المشاكل. اول ما اصل المدرسه غير تدريس الحصص انا بكون عندي كميه ضخمه من المشاكل بتاعت الطلبه بحل فيها. امهات بيجوني كده وغير ده كله انت بتكوني شايله هم البيت برضو. في النهايه في شويه كده تخطيت حبه ولا حبه اها بترجعي في المرتبه الثانيه بخطه. اول ما انتهيت خلاص من المدرسه الساعه 3 بحس زمان اول شيء دار اتنفس الصعداء لانه ده هم كبير هم تقيلة هي. صحيح مسؤوليه ثقيله كبيره. اول ما خشيت البيت بلقى نفسي خلاص انا رجعت فصلتي من زي المدرسه زي كان انا كنت جوا بحر ورجعت ثاني يعني استحميت بمويه بارده وراسي برد ورجعت لمكان راحتي اللي هو اسرتي الصغيره بيتي اولادي عيني الكبير من عيونه بفهم عين ده حاصل له شنو هاي داري نعمل شنو ناكل شنو وبنتشارك في البيت في كل حاجه مع بعض كلنا كده بنتشارك. بتخشوا المطبخ بتخشوا معاك بناتك كل زول عايز مثلا ناكل حاجه يعني ربيتهم على كده. جميل خشينا المطبخ كلنا داري ما خلاص ده خشه بتلقي هو جاهز جاب. يعني حتى انا اولادي علمتهم انه ما في حاجه اسمها عندك وقت فراغ. اي حاجه تملى وقتك باللي انت بتقدر عليه قراءه قران تشوف واحد من زملائك ما قعده الشارع الممله. صحيح. لا كده بحبه مهم. وغير كده حببت في اولادي انه رعايه الزهور. يا سلام يعني في اوقات فراغهم وهم يكونوا مهتمين بالزهور. يعني هسه انا ما في بيقولوا لي يا ماما احنا زينا لك الزراعه ودي دبلت ودي كده ودي اللي انا ما فتحت وكده. على فكره هي الاهتمام بالهوايات الصغيره في البيت دي نحن نشوفها صغيره لكن هي بتنمي في الابناء كيف انه يستثمروا الوقت ده استثمار صحيح سواء كان رياضه او الزهور او تربيه حيوانات اليفه في البيت. دي في حد ذاتها بتشغل الوقت كثير من وقت الفراغ. ممكن الناس يقول لك وقت فراغ والواحد ممكن يطلع فيه الشارع ويكتشف فيه حاجات ثانيه ما مهمه. الطلاب نفسهم في البيت في المدرسه بيحتاجوا منكم لتوجيه في انه هم كيف يستفيدوا من اوقات فراغهم. نحن هنتوقف في النقطه دي عقب هذا الفاصل وحتتواصلوا معنا في حوارنا الجميل ده كل المشاهدين ان شاء الله اللي بيشاهدونا عبر حلقتنا اليوم من ست البيت نبض البيت تظهرون عقب هذا الفاصل وحنرجع مره ثانيه. مرحبا بكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم من ست البيت نبض البيت وما زلنا بنتواصل من منزل الاستاذه عزيزه الهادي. قبل الفاصل استاذه عزيزه يمكن توقفنا في حته اللي هي جانب التربيه داخل المدارس وكيف انتم بتعلموا الطلاب انه كيف يستفيدوا من وقتهم وكيف يديروا الوقت لانه محتاجين لزمن طويل جدا عشان ما يدرسوا فيه ويكتبوا فيه واجباتهم والمسؤوليه دي هي زي ما هي مسؤوليه الاسره كمان مسؤوليه المعلم في المدرسه. كيف بيتم وهي خطوات من خطوات النجاح. يعني دائما المتفوقين بيكون عندهم يعني درايه باداره وقتهم. يعني احنا دائما بنحاول نكلم الطلبه اللي بيحضر بمجرد ما يرجع من المدرسه ناخذ له فتره بتاعت راحه. بعد ما ياخذ راحه وان شاء الله بعد صلاه العصر مباشره من الدون ساعه اما تلعب يلعبوا كوره قريب من البيت واما يشاهدوا التلفزيون لانه عشان طبعا الجو الضغوط القرايه طوال بتكون بالنسبه لهم صعبه. بعد ذاك في حل واجبات طبعا وحفظ. صحيح. يعني خلوني يراجعوا دروسهم بعد الواحد ما ياخذ لعبه تيجي يستحمى ويغير هدومه
ويقعد يريح الواجباته عنده حفظ يحفظ. نحن ذاته بنسمع لهم يعني معنا قريبين معنا في البيت على اساس انه شنو يعني يقوم بدري عشان يقدر يمشي المدرسه ويكون بيكون نشيط وحافظ وحال واجباته وكده. يعني نديه فتره راحه لعب قرايه. يعني الحاجه دي انتم بتلاحظوا لها انه بيكون في فارق ما بين الطالب القادر يستفيد من وقته تماما وما بين الطالب المهمل. اكيد اكيد. حتى شفت الكراسات دي انت بمجرد تحطي دفاتر قدام وتعرف الطالب المهتم من الطالب المهمل. يعني في عدم حل واجبات في ده بكون كراسات مبهدله مهمله خط مبهدل، لكن ده كراسات بتكون منظمه يفتح النفس. وبرضه البيت له اثر كبير عليه في الموضوع ده لان في واجبات صحيح. منزليه يعني صحيح. ففي تحفيز طبعا بالنسبه للزول الكويس ده الطالب الكويس ده احنا بنحفزه دائما ان شاء الله تدي حلاوه. خلاص الطالب خلاص بتكون بالنسبه لي حافز اغلام رصاص كنا بنحط كثير جميل الواجبات وهي. طبعا كمان زمان احنا في زمان احنا الواحد لو اي اهمال بيتعاقب عليه، هسه طبعا العقاب الجسدي ممنوع رسمي عشان كده بقول العيال مادين شويه في حتى العقوبة يعني ممكن تكون عبر كتابة عبر حفظ أو دراسة لساعات أطول يعني عشان يستفيد منها. بعدين لما تلاقي مثلا تشوف الأولاد الممتازين ترفعي كراسات ومتشكرون قدام الأولاد دي صدق تدي الناس كمان اللي هناي منافسة اللي لا أنا رفعوا كراسي رفعوا كراسي عشان يشوفوا الأولاد مثلا كراسي منظم قدر كيف وصح ومهتم قدر كيف. دي بتحفز البقية على أساس أنهم يهتموا يرفعوا كراساتهم دي ذاتهم. صحيح صحيح. خالة حنان والبيت وكمان يعني مسؤولياته كبيرة، يمكن من شوية استفدنا كثير من تجربتك يعني الحياتية ما شاء الله ربنا يديك العافية. لكن كثير يعني من الأمهات بيقول لك ما في ترفيه، أحيانا الحياة بتكون ضغطة شوية ما في أوقات فراغ إنه الواحد يرفي فيه عن نفسه. يعني يعني بنلقى امهاتنا دائما قاعدين في البيت الواحد السنه كلها وتكون طلعت رفعت يعني او استفادت من 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 يوم في الاسبوع او يوم في الشهر وقالت اليوم ده حقي انا عشان اطلع اشوف فيه هواء وامشي ازور واحده من اخواتي وخلاص يعني خالي مسؤوليه من الاسره. ما حصل اذا عملتي باسلوب زي ده؟ والله يا استاذه لا انا غايته ما عارفه، لكن لو الواحد داير يزور بزور داير يطلع يوم ترفيهي اكد انه بيطلع. ما هي برمجه. انت حصل طبقتي حاجه زي دي؟ ايوه كثير والله كثير. هي برمجه لحياتك انت بتبرمجي اسبوعك او الشهر اللي انت فيه. صحيح. يعني لو الاسبوع ده انا ما طلعت بخطه الطلعه في الاسبوع الجاي يلا عشان انا افضى يوم عشان اطلع فيه بكون عملت اي حاجه اليوم اللي قبله عشان افضى يوم واحد انا ازور فيه. صحيح. يعني اي انسان بيبرمج حياته لو داري يعمل الحاجه بيعملها. اي لكن لو داري يعيش بانه ما في طريقه وما في وقت كده اكيد انه حيكون السنه لما علق الموضوع ده سمعت انه ما في زمن والوقت ضيق ونحن ما فاضيين في البيت ده معنا السنه كلها ما حتطلعي ما حيكون حاجه. احنا اللي بيقولوا في المدارس يعني يقولوا لو مثلا الاسبوع كله حليت واجبات احنا يوم الخميس حنوديكم رحله الملاهي. دي بيحصل شنو في الحاله دي؟ وعقاب احره انت اللي اهملته وما حليت واجب. وطبعا في دفاتر بتاعت متابعه الاستاذ كتب انه الولد ده اهمل في الواجب عقابا لك ما حتمشي. طبعا هو اكيد حيشيد حيله صحيح ويحل واجباته عشان يمشي الملاهي عشان يمشي يفهم شويه. كان برضه في اسلوب في مدارس الاولاد طبعا والله الليله لو صححت الرياضيات حتطلع تلعب كوره في حصه المناشط ممكن يقرا لك يحل لك 10 تمارين عشان هو يمشي يلعب كوره حصه المناشط. حتى احنا سبحان الله يعني رغم وقتنا مع الشغل وكده لكن برضه بنعرف حق الجار وصله الرحم يعني بنحدد لها وقت او وقت محدد اكيد لزيارات في مناسبات بتضطر تمشي لها في نفس الوقت زي البكا الوفيات. صحيح. يعني احنا الثلاثه بنطلع يعني السمعة واحدة فين تضرب الايدين بنطلع نمشي نقضي العزل بنقرا ما شاء الله من غير ما يحسن من يوم كون او التزاماتكم الاسرية او اي حاجة. يعني برنامج الحمد لله يعني حتى روحنا ما ناسينا يعني دائما بيبدا بعد المغرب. يعني زياراتنا لبعض دائما بتبدا بعد المغرب معناه وقت الفراغ اللي عندكم أيوة بيكون دائما بعد المغرب. يعني بتكون خلصت من الغداء وخلصت من صحيح والموظفين رجعوا من المدارس بعد كم يوم درسي ما عندنا طفل صغير الحمد لله. يعني يمكن اصغر حاجه بنت فاطمه 6 سنين دخلت الثانوي انا ما عندي زوج صغير كلهم تخرجوا من الجامعات ما عندي ممكن خالي مسؤوليه نقول والله خفيفه المسؤوليه في الحاله ده وبكتير هو بقاعد معاه في البيت برضه
صاروا معه زي اولادي لما كانوا صغار. صحيح. براجع لي بدرس وبحفظ وبشرح لي وكذا. بتحاولي تنظمي له الوقت. يمكن قبل شوي استاذه فاطمه من قالت البكور. تفضلي. انت قلتي هسه ملحوظه لمام عزيزه انه يعني احنا بقينا شويه خالي مسؤوليه. بالعكس هسه احنا لا يعني خفت انا قصدي خفت يعني. هي ما خفت هي كبرت. لأننا احنا وصلنا مرحله وانت تعودتوا دارنا صاحبهم كبار ديل تصاحبيه عشان كذا يجيكي تعبان تعاني لف وش ما تقدر تتجاهل الموضوع الصغير ذاك ما ممكن لكن الكبير ده لسه ما زالت مسؤوليته كبيره. صحيح. كل ما هو يكبر مسؤوليته كبيره لكن هو متزوج حتى المتزوج برضو انت بتسالي منه وبتفقدي اول باول. صحيح. نحن طالما يعني هسي من شويه تطرقنا لعده نقاط واحده منها يعني استاذه فاطمه قالت البكور وممكن البكور هو يكون عنصر اول من عناصر الاستفاده من الوقت خلال اليوم كله يعني زون ممكن اذا صحى بدري خلاص اليوم حيكفيه لكثير من الحاجات ده بالاضافه للحيويه والنشاط اللي هو بيكتسبه من صحيه البدري شديد دي قبل صلاه الفجر. لكن برضو خلونا كده نحن نقود الليله مبادرات لكل ستات البيوت اللي بيتابعونا الان انه كيف يستثمروا اوقات فراغ وكيف يستثمروا اليوم في انه يكفي لكل حاجه لمطبخهم لتربيه ابنائهم للمراجعه للدروس لكل حاجه يعني ترتيب البيت لكل التفاصيل يعني انتوا قدموا نصائح لاخواتكم ولبناتكم الصغار يعني نبدا بك استاذة فاطمة. اول حاجة انا بوصي انه الام تخلي النوم الكثير وتعلم اولادها انه يصلوا في الوقت طالما نحن كل البيت صلينا في الوقت تخيلوا باقي الحياة حتكون معنا هنخد خطين تحت أيوة النوم أيوة الكثير دي طبعا لانها عاملة مشاكل شفت كثير. النوم ده بيدخل في النوم والله النوم حيكون كده لازم طالما انا كده معناتها اولادي كلهم كده تنصحيهم بالبكور انه اليوم يبدا بدري تصحى بدري تعلم اولادك يصلوا في الوقت وتتكلمي بالصلاه في المسجد انت لازم مثلا تمشي تصلي في المسجد الصلاه في جماعه من الصباح بيخليك تفقد الولد بيطلع الجامع في الجامعه مثلا يقول لك مثلا يا ماما الليله راجل الجيران حصل كده بيمشي مع ناس المسجد كده يعني تكون انت زرعت فيه انه هو يتفقد الجيران مثلا الصلاه فلان ده الليله مثلا ما جاء الجامع يكون متواصل معاهم وغير كده ادى الصلاه في وكده وجاني نشيط صحيح البيت كله حيصحى اول ما الماسوره تتفتح النظر تتوضى البيت كله حيصحى لانه بقى برنامج ثابت صحيح على فكره هو كون يستغنى من حاجه يعني ضاره جدا اللي هي السحر هو طالما حيصحى مع صلاة الفجر اكيد ما حيساهر بالليل ودي واحدة من المخاطر اللي بتهدد كل شبابنا يعني بنات او اولاد يعني السهر قدام التلفزيون او شاشات الموبايل قد يضيع كثير من الوقت وقد يضيع كثير من فرص النجاح بالنسبة اليوم وانت الان بتنصحي كل السيدات اللي بتابعونا انه يهتموا بالبكور وانه يكون ما في سهر لابنائهم وبناتهم داخل البيت يلا الحاجه اللي انا زرعها فيني ابوي اطال الله عمره ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله كلنا علمنا انه نحن ننام بدري ونصحى بدري يعني الحمد لله رب العالمين نحن ربنا يقدرنا نحن زي ما هو زرع فينا الخير احنا نزرع في اولادنا اولادكم ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى الله ربنا يديكم طول العمر ان شاء الله يا رب ان شاء الله خاله حنان برضه رساله تقدميها لكل ستات البيوت انا بضم صوتي لصوت الاستاذه فاطمه بانه كل ما انت قمت بدري قدرت تنجز يعني قدرت تنجز كل حاجه في بيتك قدرت تتابع ابنائك وقدرت حتى نفسك بتكون اديت حق الراحه ده لو انت قمت بدري يعني بنص اي ربة بيت تقدر تستفيد من وقتها يعني في ترتيب بيتها في واللي بيطلعوا كثير ما بتنصحهم بيقللوا شويه والله بيطلعوا كثير دي الطلعات الكبيره لانها بتاثر عليهم يعني الواحد بيقول الطلعات المايل ده معنى اخير الزول يعني شويه كده يخليها وقعدات الجبل الاحيان لا لا فيها تجاوزات وقطيعه وفي الاخرين يعني بس نحن بنتمنى انه يعني يراجعوا نفسهم يراجعوا نفسهم على اساس انه مشوا صح جميل كل ما الزول مشى صح يعني بيقدر يربي صح بيقدر هاي بيكون يعني حد ما لانه انت بتكوني غدوه انت مؤكد غدوه لابنائك في البيت يعني هم الحياه اللي انت عايشه بها مؤكد هم مستقبلا حيعيشوا عليها وكمان مع اضافات انت لما تزرعي فيهم حاجه جميله عندك بيت كمان صحيح هتمشي في نفس الطريق زي ما انت قاعده في البيت ما متعلمه الطلعه الكثيره هي كمان برضه بتتنقل لزوجها قاعده في بيتها صحيح ما بتتردد على الجيران كثير ما بتطلع بالفارغه كثير وبيتها اولويه عندها كيف ما اولويه والله البيت فيه كل الاولويه واللي بيقول انا عندي فراغ انا بغيته ما اظن في زول عنده فراغ نهائي فراغ ما في وانا بتمنى يعني الزول يسير حياته صح على اساس انها تمشي
موفقة بإذن الله الكريم. بإذن الله تعالى. خليك أستاذ عزيزة، وبرضو رسالة كمان من معلمة. يعني أنا بقول الواحدة توظف خاصة للوظيفة يعني. وفي أولويات يعني مثلا في الوقت ذات في أولويات، أنا ممكن أكون بيطي غايط ومبهدل وصخان أكفل وأمشي أزور لي ناس. فبيتي أولويه يعني وقتي أولويه وبيتي أكثر من الناس التانيين يعني. صحيح. فالواحد لو وظف الوقت وتوظيف صحيح والله الامور بتمشي. ما انت رسالتك الان بتقدميها دي انت كنموذج للمراه العامله اللي بتطلع من بيتها يعني سنوات طويله من الصباح وبتجي راجعه في اوقات يعني يشوفوها البعض يعني انها قصيره شويه كده. وصيهم لينا خاصه الموظفات اللي بيطلعوا من الصباح دي. والله العظيم انا غايبت شخصيا عن نفسي، وهي معي فاطمه طبعا اللي هو بيتنا أيوه. تقريبا واحد. نعم. انا لاحظت لما نكون الفتره بتاعت المدارس فاتحه دي مشغالين والله وقتنا منظم تنظيم اكثر من الاجازه. اكثر من الاجازه كثير. مع ان الاجازه فيها وقت فراغ فيها ممكن تستفيد يعني من الساعات الطويله وانتم قاعدين. الصباح الواحد بيقوم بدري يصلي الصبح حاضر يقرا له جزء من القران يعمل اوراده يلبس ويمشي المدرسه. أسي ده البرنامج هو ذاته. أيوة. لكن مرات بعد ما تجري تنتهي تقول لي خليه رقدة شوية والرقدة شوية دي ممكن تضيع باقي اليوم كله. وقبيل أستاذة فاطمة قالت إياكم والنوم يعني حذرتهم من النوم الكثير، وفعلا هو ضيع كثير من الأسر حقيقة. لما الناس يقول لك يا أخي ما لاقين وقت وما هنا، هي الوحدة بتكون ما مستفيدة وما مستثمرة وقتها الاستثمار الصحيح حقيقة. أنتم يعني أنا فخورة جدا اليوم بوجودكم في حلقتنا وتشريفكم لنا في حلقة ست البيت. أستاذة فاطمة وخالة حنان وأستاذة عزيزة نموذج الجارات والاخوات ما شاء الله الوصلات اللي بتستفيدوا كمان من وقتكم زي ما ذكرتوا من شويه، ويعني ممكن تكونوا مستفيدين من تجاربكم مع بعض. ان شاء الله يديكم الصحه والعافيه ودائما متلمين في الخير. ونحن سعيدين كثير الليله كنا معاكم. اسعد والله يديك العافيه ان شاء الله. شرفتونا كثير 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 والله. تسلم يديك العافيه. وشكرا كمان لكل المشاهدين اللي تابعونا عبر حلقتنا اليوم من ست البيت. نلتقيكم ان شاء الله بكره في موضوع جديد في حي جديد من احياء الخرطوم. حتى الجديد الملتقى في أمان الله. السلام عليكم.